قالوا لي عمري ما عملت لايف هكا باش نقعد نخطب عليكم، اما اليوم باش نعمل خطاب خاطر ال 24 ساعة اللي تعدي وشفت فيهم حاجات يبهموا يوقفوا المخ في هالبلد. كوكو خبرك حتى مارتين بونسوار ما شيري. Non, vieux tout, ma sœur, merci. Très bien, je vais faire le bête. Il y a un peu de temps. Merci, merci, merci. Je vais faire le bête. Je vais faire le mien, je vais faire le bête. Salut, Rihab, ça va, sœur? Sniper! حلي وقتك الصدمة متاع البارح اليوم قررت باش نخرج من الدار. ليه البارح بركة عملت لايف؟ انت غايبة ساندرا. يلا الحمد لله كل يوم اعمل لايف عشان نصبح ونمس عليك. انت من بليد اصلا محليك يا مصرير عايشك صندري. اخي نحكي لكم عادة قطعت سنايبر هوريقت يودا يدولي في الكوجينة التعشق ولا تفطر تاكل لقمتك يحلي وقتك يا ميرا. هاي تموني جاي وين مشيت؟ هاني هوني. هاي توصلوا للمية نبدأ نحكي لكم شو صار البارح. ها باش نحكي لكم باش تبهم 99 101. نبداو نحكي يا سيدي البارح كل عام وانت حي بخير اهلا بيك الدومة. خلينا نحكي لكم بعد جوك نحبك برشا ميرسي. البارح خرجت كما عبيد الكل مشيت نتفرج في الماتش تاع ليكيب ناسيونال. دونك تفرجت في الماتش بعديكا مشيت نتعشى وانا مروحة نشوف في واحد خارج من الكرهبة متاعو ويمشي في الكيس حاب يوقف الكراعب والكل ودم. وقفت دونك وقفت تسخر رجل عمل اكسيدون دونك هبطنا برشا 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 كراعب وطلبنا له الحماية وجيو البوليسية وكل شيء. يطلع راجل ميدسان في لوبيتال ميليتير اي فما شكون كرهبة اخرى قدام لي كاميرا معناها في الرومبوان نتاع الطريق هذيك نتاع قمر اللي هز القمر نتاع الغولي شين رومبوان طابق. فما اربع كاميراوات وواحد من الكرهبة بعد ضربوا بالغاز وضربوا متراك على راسه ولا عصا تاع بيسبول وهرب. معناها هذايا لانسيدون الاولاني باش
نشوفوا قديش هاش نحكي لكم ثاني فريمون مبهمه من الدرجه نتاع العنف اللي موجوده في البلاد ولات ونتاع البهيمة والراسيات البرازيليات البنا زينت البنات عبو زينك مرسي بوكو. أحد يترجم لي، حاول تفهم تونسي، ما فما حتى حدش يترجم لك. دونك مازالوا تبجيو البوليسية، حسيت اللي وقعت نحكي انا والبوليسية وكل شيء. مريم ما تخافش على روحك، لا يبركيوك ولا حاجة، وقلت له لاباس معناها ابخي تو في تونس نورمالمون ما يبركيك حتى. بالعكس شنو هي الحكاية هذي؟ تحدو بلاد آمنة وكل اللغة هذيك معناها اللي أنا نأمن بها، ما خاطر جوسك لا ما عمري ما تخيلت اللي باش نوصلوا نهار للدرجه هذه في تونس. ساعة الطريقة هذيك متاع الكارب ديم من قمرت الكل كل العبيد بعد رمضان رمضان كامل والعبيدة وريق البارد متاعهم، ومن بعديك أول نهار تاع عيد، ثاني نهار عيد، ثالث نهار عيد.